في رمضان أنت الرابح، في رمضان تنسى تسامح، في رمضان سعيك ناجح، في رمضان أنت الرابح، في رمضان أنت الرابح، في رمضان تنسى تسامح، في رمضان سعيك ناجح، في رمضان أنت الرابح، في رمضان روحك سمحة، في رمضان تفتح صفحة، في رمضان عفوك قطرة، تسقي شجرة، تجني ثمرة، في رمضان أنت الرابح، في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم مع الصائمين. دائما يسأل بعض الأخوة يقولون هل الارتكاب الحرام يؤثر على الصيام؟ على سبيل المثال، هل الكذب والغيبة والنميمة، شهادة الزور، السرقة، هل تؤثر على الصيام؟ هل يبطل الصيام بها؟ أقول أخواني أخواتي، الصيام عبادة، والله تبارك وتعالى أراد منا بهذه العبادة أن نرتقي حتى نصل إلى منازل المتقين. قال لعلكم تتقون، والتقوى هي الابتعاد عن هذه الآفات الخطيرة، الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، أكل الحرام، السرقة، السخرية بالآخرين. يعاد السؤال يقول طيب يعني يؤثر على الصيام ولا ما يؤثر؟ أقول نعم يؤثر. تصور أنك تأتي بثوب مخرق ما يمكن أن تخرج به أمام الناس، اسم الثوب لا يزال عليه، اسمه ثوب، لكنه مخرق من كل جانب، هنا بكذبة، وهنا بغيبة، وهنا بنميمة، وهنا بسخرية، اسمه ثوب لكنه مخرق. كذلك هنا اسمه صوم، يسمى هذا الإنسان أنه صائم ولا يقضي، لكن ما فائدة هذا الصيام؟ ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في شأن الكذب وخطورة الكذب؟ ومع ذلك تجد إنسان ربما يمتهن الكذب في نهار رمضان ولا يتورع، يكذب على مسؤوله في العمل بسبب تأخره، يكذب على إنسان يطالبه مالا، يكذب، والكذب عنده عادة. الصيام لازم يردعه عن هذا الأمر. ربي تبارك وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وهذا أشد أنواع الكذب، أن يكذب الإنسان على الله ويقول هذا حلال وهذا حرام افتراء دون علم، وربما أحل الحرام أو حرم الحلال، كما قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الخيرات مثل رمضان، يكثر هذا النوع من الكذب، الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم،
وخاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة وهذه الثورة من هذه التقنية في عالم الاتصالات، تجد الإنسان ينشر حديثا أو مقولة ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبته هذه غير صحيحة وربما كذب، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا أخي هذا حرام وهذا حديث لا يصح، كيف تنشره بين الناس؟ قال والله من باب الدعوة، ما يجوز يا أخي، لا يتوصل إلى هذه الغاية النبيلة وهي الدعوة إلى الله بوسيلة حرام، فلا تبرر هذه الغاية بهذه الوسيلة المحرمة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قل مثل ذلك في قضية الغيبة والنميمة، جاءت فيها أحاديث، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه المسألة قال من لم يدع قول الزور والعمل به، هناك من مهنة قول الزور، مهنته شهادة الزور، يعمل ربما في يعني لدى المحاكم أو لا، جاهز للشهادة، وقد تكون شهادته شهادة زور وهو صائم، لكنه يشهد زورا ليقتطع به حق امرئ مسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم هو يصوم لكنه ما استفاد من صيامه، نعم ربما يقوم الليل ولكنه ما استفاد من ذلك. إذا رسالتي لنفسي المقصرة ولكم إخواني وأخواتي، لا نجرح هذا الصيام، لا نجرحه بفعل الحرام أيا كان هذا الحرام، هذه الأمثلة التي ذكرت أو غيرها، لا تجرح صيامك بهذه المحرمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدني وإياكم عن فعل الحرام. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رمضان صبحك أجمل، في رمضان ليلك أكمل، في رمضان بفم يحلو ذكرا يتلو حزنا يجلو، في رمضان أنت الرابع، في رمضان تنسى تسامح، في رمضان سعيك ناجي، في رمضان أنت الرابع، في رمضان سماؤك تمطر، في رمضان أرضك تزهر، في رمضان اغفر زللا صغر جللا لون أملا.